مرحبا يا حلوين، أنا اسمي تريزا مانيتي، بس لأنك كنت كتير حلوة صار الكل يعيطولي بتينا، يعني البنت الجميلة. خلقت بكامبي بيزنسيو باتنين أدار 1846، بلدي اسمه إيطاليا، وبيتي كان حد النهر. الماما روزا والبابا جايتانو كانوا يحبوني كتير كتير، وكانوا يقولوا إنه أنا هدية من الله. وبتلاتة أدار عزموا كل الناس على معموديتي. بعيلتنا كبرت الفرحة لما خلق خيي آدم. بس فرحتنا ما اكتملت لأنه البابا مات ونحن كنا بعدنا كتير صغار. ورغم الحزن كانت الماما تقلنا إنه الله رح يعتني فينا والبابا رح يصلي لنا من السما. الماما روزا كانت تشتغل لتربينا وتعلمنا. أنا كمان صرت ساعد الماما وروح على السوق حتى بيع سلال القش. سنة 1859 عملت أول قربانتي، ومن وقتها صرت حب روح على الكنيسة وصلي وخبر يسوع كل شي بقلبي. ولما كبرت صرت اهتم بلبسي وبشعري، كان عندي أصحاب كتير كتير، بس يسوع كان صديقي المميز. ويوم من الأيام صار معي حادثة غيرت لي كل حياتي. مرة كنت مع رفقاتي على الطريق عم نتفرج على ابن الملك يلي كان مارق على حصانه، وفجأة عصب الحصان ومرق من حد مثل المجنون هيك، ووقعني على الأرض وخزق لي فستاني الجديد وكسر لي إجري. نمت بالتخت شهر بكامله، وكنت صلي كتير كتير كتير، وطلبت من يسوع إنه يقلي شو بده مني. وأخيراً يا رفقاتي فهمت شو بده مني الله. بده مني صلي وساعد إخوتي الفقراء وخبر عن محبته. وهيك قررت أتبع يسوع وأمشي على طريقه، وكان صار عمري 19 سنة. كمان رفقاتي حبوا يكونوا مثلي ويمشوا على طريق يسوع، وب 12 تموز 1888 لبسنا الثوب الكرملي. تركت اسم بتينا وسميت حالي الأخت تريزا ماريا للصليب. صارت اسم تريزا ماريا للصليب لأنه الصليب هو النور يلي بيضوي لنا الطريق وبيخلينا نعيش بفرح. أول دير بلشنا فيه كان كتير صغير وكتير فقير. حطيت بالكنيسة شخص القديسة تريزا ليسوع، وطلبت إنه يصير اسمنا الرهبات الكرمليات للقديسة تريزا. بيوم من الأيام بتبعت وراي مرة كتير مريضة وبتقلي إذا بتاخدي لي بناتي وبتهتمي فيهم أنا بكون كتير مبسوطة، وهيك بموت بسلام وبعرف إنه الولاد بأيدي أمينة. وهيك فهمت إنه يسوع بده ياني صلي وربي الولاد يلي ما عندن أهل. سنة 1902 في كتير ناس ساعدوني تنعمر دير جديد بمدينة فلورنسا. بهالكنيسة كنا نسجد للقربان ونصلي للمرضى للفقراء
ولكل الناس يلي بحاجة لصلاة. كانوا يسموني رسولة الفرح لأنه نور يسوع كان يشع مني. تعطى نصلي مع بعض لكل الناس البعيدة عن يسوع ونخلي قلوبهم تصير قلب واحد. يا رب خلينا نكون مثل الفراشة ونرفرف حول يسوع الموجود بالقربان حتى النور يشع من قلوبنا ونكون مثل بتينا رسل فرح. آمين.